ومتابعي قنوات الجزيرة الرياضية نعود احدى شوط المباراة الثاني من لقاء المنتخبين الأوزبكي وضيف المنتخب اللبناني الشقيق، واللي انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي. نعمل نتمنى أن يرتقي مستوى أداء المنتخب اللبناني في هذا الشوط إلى أداء أفضل، ويبتعد عن الدفاع ويستخدم الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع. بانتظار صافرة الحكم عبد الملك عبد البشير اللي راح تعلن بداية أحداث شوط المباراة الثاني، منتخبنا العربي اللبناني بالزي الأحمر، تذكير لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول بتشكيلة المنتخبين: عباس حسن بحراسة مرمى المنتخب اللبناني برقم 23 من اليمين، علي حمام برقم 19، معتز بالله جنيدي رقم 4، يوسف محمد القائد رقم 3، وليد إسماعيل رقم 18. في وسط الملعب من اليمين عدنان حيدر برقم 20، محمد شمس بالرقم 6، هيثم فاعر برقم 15، محمد حيدر برقم 9، عباس أحمد عطوي بالرقم 10، وحسين شعيتو بالرقم 8. أما تشكيلة المنتخب الأوزبكي: إغناتي نيستاروف بالرقم 12، وإكماشور خاميدوف بالرقم 23، أرتون فيلبوسيان بالرقم 4، إسماعيلوف بالرقم 5، وسيرفر ديباروف في وسط الملعب بالرقم 8، إلى جانب عزيز بك قيدروف بالرقم 7 من اليسار، اللاعب يسور خاسنوف بالرقم 6 من اليمين، تورسونوف بالرقم 17، وخلف المهاجم عادل أخمدوف بالرقم 9، وأوليغبيك باغايف بالرقم 10. يبدو الآن تغيير أول في تشكيلة المنتخب الأوزبكي، يدخل اللاعب أوليغ زوتايف راح يدخل، لاعب بوندي كور أيضا، ونشوف اللاعب اللي ترك الملعب. أوليغ زوتايف يدخل في تشكيلة المنتخب الأوزبكي لاعب وسط، وتنطلق أحداث شوط المباراة الثاني. كرة ملعوبة لصالح المنتخب الأوزبكي، مقطوعة من دفاعات المنتخب اللبناني في وسط الملعب من جديد، كرة طويلة، هجمة الآن، الكرة عند لاعب محمد حيدر يحاول، ومحمد حيدر أقرب للكرة يسيطر عليها الآن، يحاول يمر يتعدى لاعبه ماشي، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء تلعب ويخلصها المدافع فيلبوسيان برا الملعب إلى رمية التماس. رمية التماس الآن، الكرة ملعوبة من جديد وطالت إلى ركلة مرمى للمنتخب الأوزبك، ركلة مرمى لمنتخب أوزبكستان الآن. حارس المرمى إغناتي نيستاروف على التنفيذ، تلعب الكرة من إغناتي نيستاروف، مقطوع على محمد حيدر، محمد حيدر يلعب كرة جميلة حلوة ملعوبة لحسن شعيتو، وخطأ ركلة حرة لصالح المنتخب اللبناني الآن، ركلة حرة لصالح المنتخب اللبناني. طبعا منتخب أوزبكستان وأوزبكستان تعتبر الأقوى في وسط آسيا بين الجمهوريات السوفيتية السابقة، أفضل الفرق والأقرب للحصول على مقعد في مونديال كأس العالم القادم لأول مرة في تاريخه، بعد أن انضمت لأول مرة إلى الاتحاد الآسيوي عام 1994، تأهلت إلى النهائيات القارية 4 مرات متتالية. كرة ملعوبة، ومحمد يوسف محمد يعيد الكرة إلى الخلف، وكرة عادت من جديد إلى اللاعب هيثم فاعور، يعيدها من جديد إلى حارس المرمى عباس حسن. بداية سريعة للمنتخب اللبناني اللي بادي مهاجم، كرة إلى هيثم فاعور، ومن جديد عباس حسن يبعد الكرة طويلة، رأسية ملعوبة، إذن خروج يسور خاسنوف ودخول أوليغ زوتايف في تشكيلة المنتخب الأوزبكي. أول تغيير في المباراة، كرة عند هيثم فاعور يلعبها إلى اللاعب عباس عطوي، من جديد عادت من اللاعب وليد إسماعيل إلى هيثم فاعور، هيثم فاعور يلعبها إلى معتز بالله يلعب الكرة إلى جانب، الكرة ملعوبة مقطوعة من المدافع كادويف برا الملعب إلى رمية التماس للمنتخب اللبناني. هذا هو فخروخ كادويف، لعب نساف كرشي، كرة ملعوبة من علي حمام عادت إلى معتز بالله، معتز يعيد الكرة إلى حسن عباس حسن، عباس حسن يلعب الكرة طويلة، رأسية مقطوعة، هيثم فاعور يلعب الكرة إلى الجانب، محمد حيدر يحاول يلعبها إلى عباس،
وأقرب إلى المدافع بالبوسيان يبعثها إلى ركنية للمنتخب اللبناني. ركنية لصالح منتخب لبنان. عباس عطوة على التنفيذ الآن. ركنية صالح المنتخب اللبناني، كرة عالية رأسية مقطوعة من أرتون بلبوسيان، وهناك خطأ ركلة حرة للمنتخب الأوزبكي. بداية سريعة من المنتخب اللبناني بعد 4 دقائق من عمر شوط المباراة الثانية، نتمناها أن تتواصل كذلك. وكرة رأسية بالإعادة نشوفها تبعد، وهناك دفع وركلة حرة ملعوبة، الكرة تلعب من جديد لصالح المنتخب الأوزبكي. أقرب لها اللاعب معتز بالله الجنيدي، معتز بالله يلعب الكرة طويلة مقطوعة في وسط الملعب، طالت برا الملعب إلى رمية تماس لصالح منتخب لبنان. هذا هو اللاعب سيرفر ديباروك القائد، وكرة ملعوبة من جديد، محاولة عند اللاعب عدنان حيدر، تنقطع من جديد، كرة ملعوبة، محاولة للمنتخب الأوزبكي، كرة أوليد زوريه جيد يلعبها، وكرة عادت إلى حارس المرمى عباس حسن. عباس يشتت الكرة بقدمه طويلة. في آخر مشاركة للمنتخب الأوزبكي في أمم آسيا بعد أن تأهل على حساب الأردن إلى النصف نهائي، تلقى هزيمة قاسية بالخسارة أمام استراليا ب6 أهداف. هذه المرة الخامسة اللي تشارك فيها في تصفيات المونديال. محاولة للمنتخب الأوزبكي، يبعثها يوسف محمد، ومرة أخرى كرة تشتت من الدفاع، رأسية من اللاعب كمارشور خاميدوف. حسن شعيتو يسيطر على الكرة، يلعبها إلى محمد حيدر، وكرة مقطوعة إلى اللاعب عزيز بيك خيدروف. عزيز بيك يلعب الكرة، ومحاولة من جديد، الكرة عند اللاعب زوكيف. زوكيف يحاول يعيد الكرة إلى الخلف عند اللاعب كادويف، وكادويف يلعب كرة باهتة برا الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. هذا هو كادويف اللي يلعب الكرة، وبالصورة أمامنا الحارس اللبناني عباس حسن. شوف بالإعادة، أول تهديد مباشر من المنتخب الأوزبكي على مرمى المنتخب اللبناني في شوط المباراة الثاني. ركلة مرمى لمنتخب لبنان، واحد من النجوم المميزين اللي أنجبتهم الكرة الأوزبكية، اللاعب ماكسيم شاتسكيف، اللي يغيب عن هذا اللقاء واللي اعتزل بعد بلوغ سن 34 عام. كرة تلعب من جديد، محاولة كرة رأسية مقطوعة. بينما منتخبنا العربي اللبناني يشارك في تصفيات كأس العالم للمرة السادسة بعد أن شارك في التصفيات السابقة 5 مرات وفشل من خلالها من تخطي مرحلة المجموعات بالتصفيات. وأفضل مشاركة للمنتخب اللبناني بتصفيات عام 2002 في كوريا واليابان، عندما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة للتصفيات بفارق نقطتين عن المنتخب التايلندي، وكانت الأسوأ بخسارته في كل المباريات في مرحلة المجموعات. كرة ملعوبة من جديد، هيثم فاعور، عادة الأشعيط إلى اللاعب محمد حيدر، يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى. طبعا الغياب المفاجئ لقائد المنتخب رضا عنتر، بلغ من العمر 32 عام، وهو اللاعب المولود في سيراليون عام 80، من أفضل ما أنجبته من الملاعب اللبنانية، تدرج مع فريق التضامن وقاد عام 2001 لقب كأس لبنان ولقب الدوري، ثم انتقل للاحتراف في ألمانيا مع أندية هامبورغ وفرايبورغ وكولون، وأخيرا يحترف في الدوري الصيني مع شاندونغ ليونينغ الصيني. وبعد مباراة تايلاند قرر الابتعاد بسبب الإصابة، وبالتالي أعلن اعتزاله عبر موقعه الرسمي. كرة ملعوبة من جديد، فاجأ من خلال الجميع، لعب إلى دور كبير وإلى تأثير كبير في تشكيلة المنتخب اللبناني.
ركلة حرة لمنتخب أوزبكستان على تنفيذ اللاعب سيربر ديباروف. مقطوعة من جديد الكرة. تلعب مرة أخرى لصالح المنتخب الأوزبكي. كرة عند اللاعب زويف. زويف يلعبها وكرة مقطوعة أقرب إلى اللاعب يوسف محمد. يلعب إلى جانب إلى وليد إسماعيل. وليد إسماعيل يلعب الكرة إلى جانب إلى محمد حيدر. محمد حيدر حركة لعب جميلة ولكن مقطوعة من المدافع. إكمال شرق حميدوف إلى رمية التماس للمنتخب اللبناني. تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الأوزبكي. دخول اللاعب فيرهوت تاديجيف بدلا من اللاعب فيل بوسيان. راح يبعد مدافع ويزج بلاعب مهاجم. تاجيف راح يدخل. هذا هو تاجيف. فيرهوت تاجيف يدخل في تشكيلة المنتخب الأوزبكي. التغيير الثاني أبعد مدافع وزج بمهاجم. وهجمة عكسية كرة خطيرة مقطوعة من الدفاع معانا بعد خطرة وبرا الملعب. تروح برا الملعب من القائد سيربر ديباروف. هجمة خطيرة على المرمى اللبناني. توغل داخل منطقة الجزاء وفرصة ثمينة تضيع للمنتخب الأوزبكي. كان ممكن أن تكون إصابة. حذار يا شباب حذار يا شباب. شوف توغل وكرة ملعوبة وبالتالي شوف 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 اللاعب ديباروف يلعبها عالية من فوق العارضة إلى ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. عباس حسن على التنفيذ. حذار يا شباب حذار يا شباب. كرة ملعوبة من جديد. رأسية مقطوعة بالمنتصف للمنتخب اللبناني. فاعور من جديد. الكرة تلعب من اللاعب علي حمام. كرات غير مستقرة تلعب من ديباروف يقطعها علي حمام وأقرب إلى اللاعب كادويف. عادت من جديد تنقطع الكرة. محمد ما يسيطر عليها. مقطوع الكرة من عزيز بيك. عزيز بيك يلعبها من جديد. الكرة عند اسماعيلوف. اسماعيلوف يلعب كرة طويلة رأسية ملعوبة للاعب البديل دجايف. دجايف اللاعب البديل والكرة برا الملعب ترتقم بالقائم وتروح إلى رمية التماس. هذا هو اللاعب فيرهوت دجايف اللاعب اللي يسدد الكرة وترتقم بالقائم وتروح برا الملعب بعد أن تمس إيد الحارس عباس حسن. بدأ المنتخب الأوزبكي يخطر. رمية التماس للمنتخب اللبناني. كرة مقطوعة من جديد. عادت الكرة مرة أخرى للجانب. تلعب الكرة من اللاعب كادويف. رأسية عالية محاولة عند اللاعب تاجايف. تاجايف كرة مقطوعة مرة أخرى. الكرة في وسط الملعب يلعبها ديباروف. ديباروف يلعبها من جديد إلى عزيز بيك خيدروف. عزيز بيك خيدروف يلعبها إلى اللاعب زوتيف. زوتيف هتأخذ مرة أخرى إلى اللاعب كادويف. كادويف والكرة مقطوعة إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. لذا المنتخب الأوزبكي يضغط الآن في محاولة لطرق الشباك والتراجع واضح الآن. والآن المنتخب اللبناني محتاج لأن يهدي اللعب. أن يحاول أن يهدي اللعب يمتص زخم من دفاع اللاعبين الأوزبكيين. كرة ملعوبة عالية وعباس حسن بكل هدوء يمسكها. هدي يا عباس. المفروض يهدي الآن المنتخب اللبناني. كرة ملعوبة شوفها بالإعادة بالإعادة. والفرصة اللي ضاعت على المنتخب الأوزبكي. هذا هو اللاعب البديل تاجيف والكرة ترتقم بالقائم وتروح برا الملعب. كرة من جديد ملعوبة من ديباروف. عادت مرة أخرى تنقطع الكرة عند اللاعب محمد شمس. تلعب من جديد. عادت الكرة إلى فاعور وكرة مقطوعة من جديد. محاولة للمنتخب الأوزبكي. ملعوبة الكرة من اللاعب زوتيف سهلة عند الحارس عباس حسن. عباس يلعب كرة مستعجلة طويلة مقطوعة شوف من المنتخب الأوزبكي وكرة ملعوبة من جديد. محاولة وكرة خطرة وبر الملعب إلى ركلة مرمى.
شوية هدوء يا شباب، محتاجين تهدئة اللعب. المنتخب الأوزبكي مندفع الآن، مندفع بقوة بعد أن زج بلاعب مهاجم، وحس أنه خطورة المنتخب اللبناني في العمق كمهاجمين ما عندهم خطورة تذكر، قلل المنطقة الدفاعية بلاعب وزج بلاعب مهاجم حتى يزيد الغلة الهجومية، وبالتالي يتمكن من أن يخرج من هذه المباراة بنقاطها الثلاث. كرة للمرة الثالثة تسدد على المرمى اللبناني وبشكل خطير تبعد برا الملعب، وكرة ملعوبة من جديد، عالية ملعوبة بالمنتصف للمنتخب اللبناني. طالت الكرة إلى محمد حيدر، محمد حيدر يحاول يمر يتوغل الآن، محمد حيدر يحاول يتعدى لاعب الثاني، يا سلام حركة لعب جميلة، والكرة أقرب لها المدافع، وطالت الكرة إلى ركلة مرمى للمنتخب الأوزبكي. ركلة مرمى للمنتخب الأوزبكي الآن، ركلة مرمى للمنتخب الأوزبكي. إغناتي نيستروف يلعب الكرة إلى الجانب إلى اللاعب كادويف، توجيهات مستمرة من ميريالول قاسيموف، طويل الكرة ملعوبة الآن، وأقرب لها اللاعب معتز بالله جنيدي يتركها إلى ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. أرجع وأقول المنتخب اللبناني محتاج إلى التهدئة الآن، محتاج إلى التهدئة الآن. كرة إلى ركلة مرمى لمنتخب لبنان، التعادل السلبي ما زال قائم، نلعب بالدقيقة 60 من عمر المباراة. يبدو هناك راية وصفارة وتسلل، هذا هو لي تيزو المساعد الأول لعبد الملك عبد البشير. ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب لبنان الشقيق. هي مباراة يعني فاصل للمنتخب اللبناني من أجل خطف بطاقة من البطاقات، كل شيء وارد في المجموعة، ممكن منتخب لبنان يفوز في مباريات المقبلة ويخطف بطاقة. كرة تبعد من اللاعب زوتيف يوسف محمد إلى اللاعب وليد إسماعيل، طالت إلى محمد حيدر، محمد حيدر كرة مقطوعة عند اللاعب تورسونوف، تورسونوف يلعبها إلى اللاعب تاج جايف، تاج جايف هذا اللاعب سريع ومميز، وعلى اللاعبين أن يراقبوا مراقبة لسيقة، وكرة مقطوعة من فاعور إلى ركنية للمنتخب الأوزبكي. أيضا بدأ باكايف يتحرك بشكل مميز في شوط المباراة الثاني بعد دخول تاج جايف، ومن خلفهم اللاعب سيرفر ديباروف القائد، ثلاثي خطير في شوط المباراة الثاني. نصف ساعة تفصلنا على نهاية أحداث هذا اللقاء. مرة أخرى الكرة ملعوبة، كرة عند اللاعب إكمال شرخاميدوف، رأسية اللعب تبعد إلى وليد، وليد يشتت كرة، محاولة الآن، شوف معظم الكرات على اللاعب محمد حيدر، يعني فقط على جهة الشمال، جهة اليمين منتهية بالنسبة للمنتخب اللبناني. تسديدة من بعيد عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى من اللاعب عباس عطوي، كرة برا الملعب تروح إلى ركلة مرمى للمنتخب الأوزبكي. 33 مباراة دولية هذا الحارس. كرة ملعوبة عند اللاعب تاجايف، بالكعب عودة إلى اللاعب ديباروف، تنقطع الكرة من معتز بالله الجنيدي. يعني مشكلة المنتخب اللبناني في شوط المباراة الأول تتكرر في شوط المباراة الثاني، خلل واضح في منطقة الوسط، منطين ومانحين فرصة للاعبين الأوزبكيين أن يسيطرون بشكل مستريح على منطقة الوسط، ولاعبين بشكل مستريح في منطقة الدفاع، يعني ماكو شيء يخشون بمنطقة الدفاع، يلعبون الآن بثلاثة مدافعين وماكو عمق هجومي من لاعبي المنتخب اللبناني يخطر المرمى الأوزبكي. كرة ملعوبة من جديد، طالت الكرة برا الملعب، رمية تماس للمنتخب اللبناني، رمية تماس. يعني اليوم إصابة حسن معتوق إلها دور يعني كبير، هداف الفريق بالتصفيات بأربعة أهداف في شباك بنغلاديش، وهدفين في شباك الكويت، وهدف في شباك الإمارات. رمية تماس، وليد إسماعيل، وليد إسماعيل يلعب رمية التماس، كرة مقطوعة في وسط الملعب، عزيز بيك خيدروف، عادت إلى اللاعب إسماعيلوف، يلعب الكرة طويلة إلى الجانب، رأسية ملعوبة مرة أخرى، تنقطع من اللاعب وليد إسماعيل، عادت إلى محمد حيدر، تنقطع مرة أخرى من اللاعب ديباروف، ديباروف يعيدها إلى إسماعيلوف، إسماعيلوف يسيطر على الكرة الآن، يلعب الكرة طويلة ملعوبة، الكرة رأسية تلعب عند اللاعب تاجايف، تاجايف يعيد الكرة إلى ديباروف، ديباروف يحاول، شوف بدأوا يلعبون باللاعبين ديباروف.
جول ديباروت. انا اريد اتكلم، اريد اقول انه بداوا يلعبون بدجايف وبكايف اللي هيئون كرات الى الخلف الى القائد سيرفر ديباروت، وسيرفر ديباروت يسجل الهدف الاول بالدقيقه 63 من عمر المباراه. ديباروت يسجل الهدف الاول وتشتعل مدرجات ملعب وان بيكور بتقدم المنتخب الأوزبكي بالهدف الأول. كنت أقول أنه الفريق في شوط المباراة الثاني بعد دخول اللاعب تاب جايف وتحرك اللاعب باكايف بدأوا يلعبون ويبادلون المراكز، يربكون دفاعات المنتخب اللبناني ويهيئون كرات إلى الخلف للاعب سيرفر ديباروف اللي كان يسدد، وهذه واحدة من الفرص اللي يتمكن من خلالها أن يسجل الهدف الأول. شوف الكرات وكرة لعبها رغم شوف الكرة اللي غيرت مجراها ومرت على يسار الحارس عباس حسن وتعلن تقدم المنتخب الأوزبكي بالهدف الأول. كرة شوف ملعوبة ترتطم بالمدافعين وتغير مجراها وتباغت الحارس عباس حسن وتمر على يساره ويتقدم من خلالها المنتخب الأوزبكي بالهدف الأول. إعادة من زاوية أخرى، شوف بدأوا يلعبون بهذه الطريقة، يلعبون ويهيئون كرات، ويحتاج المنتخب اللبناني الانتباه لهذه الحالة ومراقبة هذا اللاعب من اللاعب هيثم فاعو. كرة في وسط الملعب، ركلة حرة لمنتخب لبنان الآن، واحد منتخب أوزبكستان لا شيء، منتخب لبنان يسجل عن طريق اللاعب سيرفر ديباروف بالدقيقة 63 من عمر المباراة. كرة ملعوبة من جديد، محاولة مرة أخرى طالت برا الملعب، رمية تماس للمنتخب اللبناني ولكن يحتسبها الآن لمنتخب أوزبكستان. كادويف على التنفيذ، كادويف على التنفيذ، هذا هو الهدف الثالث لهذا اللاعب، سجل في شباك قرغستان واليابان واليوم يسجل الهدف الشخصي الثالث في مشوار التصفيات. كرة ملعوبة من جديد، رأسية مقطوعة تلعب مرة أخرى وكرة طالت على اللاعب عدنان حيدر برا الملعب إلى رمية التنس. عدنان حيدر، المنتخب اللبناني الآن محتاج إلى تغيير، محتاج إلى تغيير في وسط الملعب، وأعتقد أقرب اللاعبين اللي ممكن يتركون الملعب هو اللاعب عدنان حيدر. كرة ملعوبة من جديد عالية في وسط الملعب تنقطع مرة أخرى تلعب من محمد شمس إلى اللاعب محمد حيدر، محمد حيدر وكرة مقطوعة برا الملعب، رمية تماس للمنتخب اللبناني. وليد إسماعيل على التنفيذ، وليد إسماعيل على التنفيذ يعيد إلى هيثم فاعون إلى محمد شمس مرة أخرى إلى محمد، محمد يلعبها إلى شعيتر، شعيتر يلعبها إلى عباس عطوي، عباس عطوي يحاول يمر يلعب الكرة مقطوعة على ركية للمنتخب اللبناني، ركية لمنتخب لبنان من الجهة البعيدة تنقطع عن طريق اللاعب كمالشور خاميدوف، ركية الآن لصالح المنتخب اللبناني من الجهة البعيدة. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ركية لمنتخب لبنان، عباس عطوي على التنفيذ، 8-2 الركنيات عالية ملعوبة سهلة عند الحارس نيستروف، نيستروف يسيطر على الكرة يلعب الكرة طويلة عالية برا الملعب إلى رمية التماس للمنتخب اللبناني. طبعا انطلقت قبل نصف ساعة من الآن مباراة اليابان مع الأردن، كل التوفيق للمنتخبات العربية بتحقيق نتائج إيجابية في مشوار التصفيات. هيثم فاعور كرة إلى محمد، محمد يتوغل يلعبها إلى عدنان حيدر، عدنان يحاول يمر، يا سلام حركة لعب جميلة من عدنان، عدنان يتوغل يلعب الكرة عرضية مقطوعة من الدفاع الأوزبكي وكرة تشتت من اللاعب فيلبوسيا من اللاعب إسماعيلوف برا الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس والآن بدأ يتراجع عادل أخمدوف إلى مركز الدفاع بعد خروج اللاعب فيلبوسيا. كرة عادت من جديد إلى اللاعب معتز بالله جنيدي يعيدها إلى حارس المرمى عباس حسن، عباس حسن يلعب الكرة طويلة عالية مرة أخرى، الكرة ملعوبة، وكرة اللعب عرضية طويلة خطرة 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 ومرت بسلام،
مرت بسلام من أمام المرمى اللبناني. هذا اللاعب الخطير البديل داتجيف، كرة ملعوبة من وليد إسماعيل، مقطوعة مرة أخرى في وسط الملعب إلى محمد شامل، تلعب من جديد إلى عباس عطوي، عباس عطوي يلعب الكرة عند اللاعب هيثم فاعور، هيثم فاعور يسيطر على الكرة، يلعب الكرة إلى الجانب إلى عدنان، عدنان حيدر، عدنان حركة لعب، يلا يا عدنان، عدنان يحاول يمر الآن، عدنان يتعدى لاعب، حلوة ملعوبة إلى عباس عطوي، مرة أخرى عباس، عباس يلعبها مقطوعة من الدفاع الأوزبكي، وحيدر أخمدوفي يبعثها إلى رمية تماس. شوف هذا اللاعب بدأ لاعب إنجي الروسي، بدأ من لاعب خلف المهاجم إلى لاعب مدافع وقلب دفاع يعود بعد أن أبعد المدرب في البوسيان رمية تماس للمنتخب اللبناني. لاعب من لاعبي المنتخب الأوزبكي تعرض للإصابة، هو اللاعب البديل أوليج زوتيف. أوليج زوتيف شوف المحاولة من جديد، شوف بدأ الآن عدنان حيدر يتحرك، وكرة جميلة إلى عباس عطوي، رمية التماس الآن للمنتخب اللبناني، توجيهات مستمرة من قاسموف. هذا هو اللاعب عادل أخمدوف، لاعب إنجي، لاعب لبخت الكور أيضا، وأول مرة نشوف بوكير. أكيد بوكير الآن راح يبدأ يستخدم أوراقه، وهذا هو اللاعب باكايف، رمية التماس للمنتخب اللبناني. حكم المباراة يوقف المباراة، هو لاعب مصاب، أما أن يترك الملعب يتلقى العلاج، وعلى كل حال ما يجوز أن يعود إلى أن تستأنف المباراة. كرة تشتت من اللاعب كادويف، محاول عند اللاعب تاتشايف تنقطع، يا سلام حركة لعب جميلة من علي حمام، وعرقلة واضحة من اللاعب ديباروف، وركلة مرمى ركلة حرة للمنتخب اللبناني، ركلة حرة للمنتخب اللبناني. بدأ منتخب لبنان ينشط بعد أن دخلت شباك كرة، بدأ يلعب بشكل أفضل، بدأ ينتشر، بدأ يحاول يمر، ويبدو حسن معتوق راح يدخل. ركلة حرة الآن على التنفيذ، عدنان حيدر، عدنان حيدر، الكرة ملعوبة إلى الجانب، حسن شعيتو ممكن يسدد، يسدد، وكرة جميلة إلى الحارس إغناتي نيستروف، كرة جميلة إلى إغناتي نيستروف. كرة تلعب الآن لصالح المنتخب الأوزبكي، كرة ملعوبة من باكايف، عادت إلى الخلف طويلة إلى الجانب، طالت الكرة أقرب إلى اللاعب تورسونوف، تورسونوف يلعب الكرة، ملعوبة الكرة من جديد عند اللاعب باكايف، باكايف يلعب إلى تورسونوف، تورسونوف طالت برا الملعب، رمية التماس للمنتخب اللبناني. هذا هو حسن معتوق، يدخل وخروج اللاعب هيثم فاعو، أول تغيير في تشكيلة المنتخب اللبناني، حسن معتوق. نتمنى الصحة والعافية لهذا اللاعب، لاعب الشباب الإماراتي، لعب لعجمان، لعب للعهد، 32 مباراة دولية وسبعة أهداف دولية، دولي من عام 2006، سجل في شباك من غلاديش، هدفين في شباك الكويت، هدف في شباك الأردن، وبالتالي سجل في شباك تايلاند، وأضاع ركلة جزاء في مباراة تايلاند الأخيرة. كرة ملعوبة من جديد، لعب خطر ولصالح المنتخب اللبناني، حكم ينبه القائد سيرفر ديباروف، ركلة حرة لمنتخب لبنان، ينبه اللاعب، شوف لعب خطر كان، وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ للمنتخب اللبناني من منتصف الملعب. ركلة حرة محمد يوسف محمد على التنفيذ، تلعب الكرة مقطوعة على الجانب، علي حمام، حسن، حسن معتوق، تلعب إلى محمد، تنقطع من الدفاع، محاولة من جديد مقطوعة إلى رمية التماس للمنتخب الأوزبكي، رمية التماس للمنتخب الأوزبكي، حيدر عدنان، عدنان حيدر يبعد الكرة إلى رمية التماس للمنتخب الأوزبكي. نلعب بالدقيقة 73 من عمر المباراة، هدف واحد للمنتخب الأوزبكي لا شيء للمنتخب اللبناني الشقيق، سجل اللاعب ديباروف بالدقيقة 63 من عمر المباراة. ركلة حرة لمنتخب أوزبكستان،
ركلة حرة لمنتخب أوزبكستان. كرة ملعوبة تنقطع من الدفاع، عالية في وسط الملعب، رأسية إلى الخلف، أقرب لها اللاعب عادل أخميدوف، يعيد إلى حارس المرمى نيستروف. نيستروف يلعب الكرة طويلة مرة أخرى، الكرة مقطوعة عادت إلى الخلف عند اللاعب سيرفا ديباروف. ديباروف يحاول يمر الآن، ديباروف يحاول يلعب كرة بينية إلى لاعب تاد جايف، عادت مرة أخرى إلى اللاعب زوتيف، مقطوعة من الدفاع، ومرة أخرى كرة اللعب تبعد من اللاعب ديباروف، عادت إلى اللاعب زوتيف. زوتيف قريب من عالم الزاوية، يلعب الكرة إلى الخلف، عادت الكرة عند اللاعب كادويف. كادويف يلعب الكرة عالية رأسية مقطوعة من المدافع يوسف محمد في وسط الملعب، تنقطع من جديد إلى اللاعب أخميدوف، ومقطوعة من جديد من اللاعب وليد إسماعيل، ومحاولة للمنتخب الأوزبكي، وكرة خطيرة تروح برا الملعب إلى ركلة مرمى. كاد اللاعب تاد جايف يصيب المرمى، أخطر اللاعبين في شوط المباراة الثاني، وتروح الكرة برا الملعب، مرت بسلام وأمان على المرمى اللبناني. شوف المحاولة من جديد، شوف 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 شوف، ومرت بسلام وأمان برا الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. ركلة مرمى لمنتخب لبنان. الآن يبدو اللاعب وليد إسماعيل يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. شوف وليد إسماعيل اللي قدم مباراة جيدة هذا اليوم، شوف هذا الثلاثي اللي بدأ يكون مرعب ومتحرك بشكل مميز، اللي مؤلف من دجا يفرقم 11 وبكا يفرقم 10 وسيرفر ديباروف بالرقم 8 من الخلف. هنا اللاعب معتز بالله الجنيدي اللي قدم مباراة جيدة أيضا في هذا اللقاء. قاسموف توجيهات مستمرة، يبحث عن العودة للصدارة من خلال هذه المباراة. كرة تلعب من عباس حسن، طويلة عالية رأسية ملعوبة، مرة أخرى الكرة إلى الجانب، محاولة للمنتخب الأوزبكي، وكرة مقطوعة من دفاعات المنتخب اللبناني. حسن معتوق، عباس تنقطع الكرة، شتتها المدافع كادويف، مرة أخرى يبعثها اللاعب عزيز بيك خيدروف، وهناك خطأ ركلة حرة للمنتخب الأوزبكي. ركلة حرة للمنتخب أوزبكستان من منتصف الملعب تقريبا. كادويف على التنفيذ، يتركها إلى اللاعب عادل أخميدوف. أخميدوف يلعب الكرة طويلة عالية، عرقلة وركلة حرة للمنتخب لبنان. وأول بطاقة صفراء راح نشوفها في المباراة اللاعب تاد جايف، هذا هو اللاعب البديل تاد جايف، والبطاقة الصفراء رقم 31 للمنتخب الأوزبكي بمشوار التصفيات والأولى في مباراة اليوم. أربعتاش دقيقة تفصلنا على نهاية أحداث هذا اللقاء، 1 منتخب أوزبكستان لا شيء منتخب لبنان الشقيق. بيرهود تجايف وأول بطاقة صفراء، ويبدو اللاعب يوسف محمد بالسلامة إن شاء الله. يوسف محمد بالسلامة إن شاء الله، لاعب الأهلي الإماراتي، لعب لكولن، لعب لفرايبورغ، لعب لأولمبيك بيروت، ولعب للصفا. ركلة حرة لمنتخب لبنان على التنفيذ، عباس حسن. تغييرين لمنتخب لبنان وتغيير واحد لمنتخب أوزبكستان باقي في وقت المباراة المتبقى. بالسلامة إن شاء الله يوسف. ما زال يتلقى العلاج. أول مشاركة في التصفيات كانت لمنتخب أوزبكستان، كان 98 في فرنسا، خرج من التصفيات النهائية حل رابع في مجموعته بعد منتخبات كوريا الجنوبية، اليابان والإمارات. في عام 2002
في كوريا واليابان خرج من التصفيات النهائية أيضا بعد أن حل ثالث في مجموعته بعد الصين والإمارات. وفي عام 2006 خاض الملحق أمام البحرين بعد أن حل ثالث في مجموعته خلف السعودية وكوريا الجنوبية، وبعد التعادل بهدف والتعادل اليابان بدون أهداف ودع التصفيات. كرة ملعوبة طويلة، محاولة من جديد تنقطع. عباس يلعب إلى شعيتو، طالت أقرب إلى المدافع إكمال شور خاميدوف. شور خاميدوف يلعب الكرة طويلة، تنقطع الكرة عند اللاعب نوستو تورسونوف، وأقرب إلى وين يا معتز؟ برا الملعب لرمية التماس للمنتخب الأوزبك. كرة من معتز بالله جنيدي تروح برا الملعب. رمية التماس لمنتخب أوزبكستان. ما زال اللاعب يوسف محمد برا الملعب يتلقى العلاج بالسلامة إن شاء الله. كرة مقطوعة من اللاعب عدنان حيدر برا الملعب لرمية التماس للمنتخب الأوزبكي. رمية التماس للمنتخب الأوزبكي من الجهة البعيدة. تورسونوف على التنفيذ، تلعب الكرة عند اللاعب سيرفر ديباروف. مقطوعة من جديد، رمية التماس أخرى للمنتخب الأوزبكي قريبة من عالم الزاوية. تورسونوف الحكم يتأكد من انقطاع الدم ويوافق على عودة اللاعب يوسف محمد إلى أرض الملعب بالسلامة إن شاء الله يوسف. ورمية التماس لمنتخب أوزبكستان قريبا من عالم الزاوية، تلعب الكرة عند اللاعب سيرفا ديباروف. مقطوعة من جديد ولكن هذه المرة لمنتخب لبنان. رمية التماس لمنتخب لبنان، رمية التماس لمنتخب لبنان من الجهة البعيدة على التنفيذ وليد إسماعيل. محمد حيدر، مقطوعة الكرة عند اللاعب تورسونوف. تورسونوف يحاول يمر الآن، يا سلام، وكرة مقطوعة وحكم شايف يقول العب إلى ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. كرة تلعب من جديد إلى اللاعب وليد إسماعيل. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث هذا اللقاء. خطأ لمنتخب لبنان. هذا هو اللاعب إنزور إسماعيلوف. وركلة حرة لمنتخب لبنان. محمد شمس على التنفيذ. محمد شمس وتغييرات في منتخب لبنان الآن. راح يدخل اللاعب إليكسيس خزاقة. كرة ملعوبة عالية. رأسية تبعد من دفاعات المنتخب الأوزبكي إلى رمية التماس لمنتخب لبنان. عادت من جديد الكرة بالمنتصف. حسن معتوق إلى عدنان حيدر. مقطوعة برا الملعب، رمية التماس من قبل اللاعب زوتيف. كرة ملعوبة من جديد. مقطوعة مرة أخرى من اللاعب زوتيف. ومحمد شمس يقطعها. محمد من جديد، عرقلة واضحة، ركلة حرة للمنتخب اللبناني. تغيير الآن في تشكيلة المنتخب اللبناني. نشوف التغييرات. خطأ واضح ضد اللاعب باكييف ودخول اللاعب عباس علي عطوي بدلا من اللاعب محمد حيدر. خروج محمد حيدر ودخول اللاعب أونيكا. عباس علي عطوي أونيكا لاعب نادي العهد، سجل في شباك تايلاند. ودخول ايضا اللاعب إليكسيس خزافة بدلا من اللاعب عباس احمد عطوي. اذا المنتخب اللبناني استنفذ تغييرات الان. كرة ملعوبة الى الجانب الى علي حمام. علي حمام يلعبها إلمن، الكرة عند اللاعب حسن معتوق. حسن يتوغل بالكرة، تلعب الكرة من جديد عند اللاعب عباس عطوي ولكن برا الملعب الى ركلتنا. هذا هو عباس عطوي وخروج اللاعب محمد حيدر. ركلة مرمى لمنتخب أوزبكستان.
ركلة مرمى لمنتخب أوزبكستان. الآن نيستروف على التنفيذ، رأسية تبعد بالمنتصف، كرة مقطوعة من جديد، عباس عطوي، مقطوعة من عزيز بيك، ومرة أخرى عزيز بيك، وكرة مقطوعة عند اللاعب تاج جايف إلى اللاعب زوتيف. زوتيف يلعب على تاج جايف، تاج جايف يلعب كرة عرضية لزوتيف، زوتيف يحاول داخل منطقة الجزاء مرة أخرى، كرة مقطوعة وتبع زوتيف مرة أخرى، يا ابعد يا رجل، والكرة عادت إلى علي حمام يشتتها مرة أخرى في وسط الملعب. الكرة مقطوعة من اللاعب إكمال، إكمال يلعب الكرة إلى الجانب إلى تورسونوف، تورسونوف يلعب الكرة طويلة إلى الجانب مقطوعة من اللاعب وليد إسماعيل، عادت الكرة عند اللاعب شعيتو، شعيتو يلعب إلى إلى محمد شمس، شمس يلعب الكرة عند اللاعب عدنان حيدر، وعادت الكرة بالمنتصف مقطوعة من جديد، حسن معتوقي يسيطر على الكرة، حسن معتوقي يتوغل يلعب الكرة إلمن، طالت إلى اللاعب إكمال شورخاميدوف يلعبها بالمنتصف إلى اللاعب سيرفر ديباروف، سيرفر ديباروف يلعبها الكرة إلى زوتيف، زوتيف يحاول يمر الآن يتعدى لاعب وقريب منه علي حمام، علي حمام يعيد الكرة إلى معتز بالله الجنيدي اللي يشتت الكرة طويلة، مقطوعة رأسية من اللاعب كادوييف بالمنتصف، عادت إلى محمد، محمد يلعبها إلى عطو ولكن مقطوعة، تبعد الكرة من عزيز بيك خيدروف، عزيز بيك وكرة تسدد برا الملعب من اللاعب باكايف إلى ركلة مرمى لصالح المنتخب اللبناني. هذا أوليغ بيك باكايف اللي يلعب الكرة، كرة تلعب من جديد وعالية برا الملعب لركلة مرمى للمنتخب اللبناني. منتخبنا العربي الأردني الشقيق يتقدم الآن على منتخب اليابان بهدف في الوقت المحتسب بدل من ضايع من شوط المباراة الأول، وهنا منتخب لبنان يتأخر. دخول اللاعب اللي يحمل الرقم 17 في تشكيلة المنتخب الأوزبك، أو هذا اللاعب موجود تورسونوف، كرة عادت عند اللاعب وليد إسماعيل، مقطوع الكرة من جديد، كرة عادت مرة أخرى يبعثها اللاعب إكمال، محاولة مقطوعة من علي حمام، كرة بالمنتصف إلى محمد يلعبها إلى الجانب، الكرة ملعوبة عند اللاعب حسن معتوق، حسن معتوق يحاول يمر الآن، حسن يعيد الكرة إلى الخلف ملعوبة إلى محمد شمت، تلعب من جديد من عباس عطوي، عادت مرة أخرى كرة تنقطع ومحاولة يبعثها المدافع كادوييف. نلعب بالدقيقة 86 من عمر المباراة، 4 دقائق متبقية على الوقت الرسمي لهذه المباراة، قد نشاهد 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضايع يضيف حكم المباراة عبد الملك عبد البشير. حارس المرمى نيستروف، هذا هو اللاعب البديل إليكسيس خزافة، كرة ملعوبة عالية مقطوعة بالمنتصف لصالح المنتخب الأوزبكي، كرة عند اللاعب عزيز بيك خيدروف إلى ديباروف، ديباروف يحاول يمر الآن، ديباروف يسيطر على الكرة يعيد الكرة إلى الخلف ملعوب الكرة عند اللاعب عزيز بيك، عزيز بيك يتعدى لاعب وماشي، عزيز بيك يلف ويدور يحاول يحتفظ بالكرة يقتل الوقت، محاولة عند اللاعب إسماعيلوف، إسماعيلوف يلعب إلى ديباروف مرة أخرى لأكمال، أكمال من جهة بعيدة يتوغل وكرة خطيرة، وكرة طالت برا الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب اللبناني، كرة خطيرة طالت برا الملعب لركلة مرمى للمنتخب اللبناني، طالت على اللاعب أوليغ بيك باكايف. شوف المحاولة من جديد والكرة الخطيرة اللي يتوغل من خلال أكمال شورخاميدوف وطالت على اللاعب باكماي، كان بإمكانه أن يضيف الهدف الثاني. مرت بسلام على المرمى اللبناني مرة أخرى، الكرة ملعوبة من جديد، طالت إلى رمية التماس، رمية التماس لمنتخب أوزبكستان، وقت يمر صعب على لاعبي المنتخب اللبناني. كرة ملعوبة من جديد، مقطوعة على رمية التماس لمنتخب أوزبكستان، أو خطأ لمنتخب أوزبكستان، اللاعب تورسونوف يتعرض للاعتار،
تورسونوف يتعرض للاعتار قريب من اللاعب وليد اسماعيل وركلة حرة لمنتخب اوزبكستان. فاعلية المنتخب اللبناني في الثلث الاخير الهجومية معدومة اطلاقا في مباراة اليوم، يعني الحارس إغناتي نيستروف على مدى 90 دقيقة ما شهد الا كرة واحدة من خارج منطقة الجزاء، ويعني كان مستريح. حتى دفاع المنتخب الاوزبكي اليوم كان مستريح، يعني الكثافة العددية من لاعبي المنتخب اللبناني في الثلث الأخير أمام مرمى المنتخب الأوزبكي معدومة نهائيا. بداية كانت سريعة في مطلع شوط المباراة الثاني للاعبي المنتخب اللبناني، ولكن سرعان ما تراجعوا ودخلت شباكهم كرة بعد أن غيرت الكرة مجراها وعانقت شباك الحارس عباس حسن. إذا ما استمرت النتيجة على حالها المنتخب الأوزبكي راح يعيد نفسه للصدارة وبرصيد 11 نقطة، ويبقى المنتخب الكوري بالمركز الثاني بعشر نقاط، ثم إيران بالمركز الثالث بسبع نقاط، قطر بالمركز الرابع بسبع نقاط، ولبنان يعني حظوظه تتلاشى إلى المركز الخامس برصيد أربع نقاط. ركنية لمنتخب أوزبكستان، آخر الأوراق يستخدمها المدرب بدخول اللاعب فوزيل موسايف. فوزيل موسايف يدخل، أو الورقة الثانية اللي راح يستخدمها بدخول فوزيل موسايف. تغيير تكتيكي من قاسموف، ركنية للمنتخب اللبناني الأوزبكي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وفوزيل موسايف لاعب وسط راح يدخل ربما بدلا من عزيز بيك خيدروف. الآن الحكم راح يجري التغيير ربما أو ينبه اللاعبين. ركنية لمنتخب أوزبكستان، سيربر ديباروف، ديباروف يلعب الكرة عالية رأسية ملعوبة ولمسة يد، انذار بطاقة صفراء على كل حال، لاعب تعمد مس الكرة باليد، هو عنده بطاقة صفراء، هو عنده بطاقة صفراء ومس الكرة بتعمد. على كل حال خروج القائد سيربر ديباروف ودخول فوزيل موسايف، فلنشوف اللقطة اللي كانت قبل قليل، إذا كان مس الكرة بتعمد باليد مفروض ينذره وبالتالي يطرد من المباراة لأن عنده بطاقة صفراء كانت بالدقيقة 76. يا ريت المخرج يعيد لنا الحالة. خروج ديباروف وباكايف يحمل شارة القيادة، ركلة مرمى لمنتخب لبنان. فوزيل موسايف يدخل بدلا من ديباروف. أربع دقائق يضيف حكم المباراة وقت محتسب بدل من ضايع، أربع دقائق يضيف حكم المباراة وقت محتسب بدل من ضايع. كرة ملعوبة، ما زال المنتخب الأوزبكي يحافظ على تقدمه بهدف واحد. كرة ملعوبة، تلعب الكرة أقرب إلى اللاعب عادل أخميدوف، يشتت الكرة طويلة ملعوبة، الكرة طويلة، الكرة أقرب إلى اللاعب وليد إسماعيل. وليد بكرة خلفية يبعتها برا الملعب لرمية التماس للمنتخب الأوزبكي. رمية التماس الآن لمنتخب أوزبكستان، رمية التماس لمنتخب أوزبكستان. إكمال شور خميدوف على التنفيذ، إكمال على التنفيذ، يعيد الكرة إلى الخلف إلى عزيز بيك. عزيز بيك خيدروف، وكرة من اللاعب عادل أخمدوف يلعبها في وسط الملعب، الكرة عند اللاعب عزيز بيك، عادت مرة أخرى تلعب المنتصف إلى فوزيل موسايف، وكرة مقطوعة من المنتخب اللبناني، محاولة من جديد، كرة أقرب إلى اللاعب عادل أخمدوف. عادل أخمدوف يلعب الكرة طويلة وهجمة عكسية ورايه صفارة، تسلل ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب اللبناني، تسلل ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب اللبناني. كرة عادت من جديد إلى محمد شمس، يلعب الكرة تنقطع من جديد بالمنتصف، والحكم يشير إلى مبدأ إتاحة الفرصة. كرة عند اللاعب أوليج زوتيف، زوتيف يلعبها إلى توستوروف، تورسونوف، تورسونوف يلعبها من جديد إلى زوتيف، زوتيف يحاول من الجهة البعيدة، زوتيف يتعدى لاعبه ماشي زوتيف، ولكن طالت برا الملعب، ركلة مرمى للمنتخب اللبناني. هذا هو زوتيف اللي دخل في شوط المباراة الثاني
دخلنا الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. كرة ملعوبة من اللاعب وليد إسماعيل في المنتصف، الكرة تلعب عند اللاعب عباس عطوي إلى علي حماد، تنقطع من أمام اللاعب عدنان حيدر برا الملعب، رمية تماس للمنتخب الأوزبك. وزوكيف يطالب الجماهير بالمؤازرة. رمية تماس الآن كادويف، مقطوع الكرة إلى عباس عطوي، عباس يتخلص من لاعب ماشي، آخر المحاولات للمنتخب اللبناني، كرة ملعوبة ولكن طالت على اللاعب حسن شعيتو برا الملعب، إلى رمية تماس للمنتخب الأوزبك. منتخب لبنان في أداء مغاير لما ظهر عليه أمامته، كان أمام تايلاند النزعة الهجومية واضحة، لكن اليوم اتغلب الدفاع على الهجوم، وسط الملعب لم يكن يرتقي لمستوى مطلوب، فرض السيطرة لاعبو المنتخب الأوزبكي وسيطروا على وسط الملعب، وعمق هجومي كان معدوم من لاعبي المنتخب اللبناني، ومنتخب أوزبكستان لعب في منطقة الخلف بشكل مستريح وقدر أن يسجل هدف من هجمة عكسية بعد ضغط متواصل على مرمى المنتخب اللبناني، ومن كرة ترتد بشكل جميل من اللاعب البديل تاج جايف إلى القائد لباروف اللي لعبها وسدتها على المرمى وغيرت مجراها وبالتالي عانقت الشبر. كرة عند اللاعب معتز بالله تشنيدي، وساطرة حكم اللقاء عبد الملك عبد البشير تشير إلى نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز منتخب أوزبكستان بهدف وحيد سجل اللاعب سيربر ديباروف بالدقيقة 63 من عمر المباراة، مباراة ما كنا نتمناها أن تكون بهذه الشاكلة للمنتخب اللبناني. على كل حال هاي كرة القدم تخطي وتصيب وتعطي من يعطيها، وأعطت من أعطاها المنتخب الأوزبكي بهدف فقير في هذه المباراة، وانعدمت فعالية المنتخب اللبناني في خط الهجوم، وبالتالي منح الفوز لمضيف الأوزبكي اللي يرفع رصيده الآن إلى 11 نقطة ويتصدر المجموعة، ثم كوريا الجنوبية بالمركز الثاني، وإيران بالمركز الثالث، قطر بالمركز الرابع، ولبنان بالمركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط. إذن سعدت برفقتكم، شكرا.